حصة خاصة بنهاية سنة 2019 رح نتناولوا فيها أهم الأحداث اللي ميزت هذا العام بحضور فنانين من مختلف المجالات. بو احنا عرفنا رجلاوي بصح عرفنا مع حمامة، تماك لازم نشوفك مع حمامة. جسدين والله بو احنا ما يقعد هنا باك مشي الله. كامل هم حابين يعرفوا في 2020 اسكو رايحين نشوفوا عاشور العاشر الثالث. ما احنا حابين نعرفوا على باقي لانك كيف على بالكم نورمال السيناريو فيناليزي 100%. واش هي الحاجه اللي عجبتك في 2019؟ تلاقيت بحبابه الحمد لله اللي تلاقيت بيك. ورايحين تعيشوا معانا الكثير من التشويق، وجوه فنيه، شخصيات بارزة، والعديد من المفاجآت. أذكر حقنا المستوى أنك تعمل هذا الشيء في البلاتو، جاوني بكل بصراحة. لا ما تضحكش معك صح، أنت قلقتني على بالك. لا ما تضحكش معك، أش قاعد تضحك هذا؟ لا ما نقدرش. لا ناحية البلاتو، لا أختكش أنت، قلنا ما تقصينيش، تمسخر بي يا أخو. ليلة عرساك نجي نغني لك، لا ما تبكيش عليا، سمي ولدك عليا. كل هذا يأتيكم في الأوقات التالية.